الإمام قمة في الشجاعة، لا يخاف أن يقتل، لا هو ولا آباءه كانوا يخافون من القتل. كان الله عز وجل يريد له أن يظهر وأن يملأ الأرض قسطا وعدلا ولا يتعرض لمحاولات القتل، لأن الإمام بالنتيجة ليس من الملائكة، هو إمام من البشر كما أن النبي من البشر، يمكن أن يقتل. وأما أنه الإمام لماذا غاب؟ أولا غاب لأنه ليس في عنقه بيعة لأحد كما في رواياتنا، الإمام هو الإمام الذي ليس في عنقه بيعة لأحد حتى تقية، ماكو أحد اللي خضع له ويخضع له، الإمام صافي مصفى رب العالمين يجيبه. الشيء الثاني، الله يريد له الانتصار بعد أن يتم حجته على جميع عباده، والأمر بيد الله بحكمته يعين متى يظهر، ومن ثم لا يريده الآن ظاهر، الآن ما يريد ظاهر، هذا بيد الله مو بيدي أنا. كما أن النبي 40 عام كان نبيا وآدم بين الماء والطين، مو يوم اللي ولد، لكن 40 سنة ما قال للناس أنا نبي، كان ينظرون إليك واحد من الناس العاديين. نعم كان أمينا، نعم كان صادقا عندهم، نعم كان يرجعون إليه في قضية وضع الحجر الأسود في مكانه، لكن ما كان يظهر أنه نبي. سيجي فرد واحد 40 سنة هوايها، يعني لو أنت ممكن بعضكم مو 40 سنة أعمارهم، من يوم اللي جاي للدنيا إلى الآن ما تعرف هذا النبي، يابا ليش هذا النبي أخفى نفسه؟ هذا يرجع إلى حكمة الله عز وجل. 40 عام. وكذلك بعض الأئمة، كذلك بعض الأنبياء، من يوم اللي هو صغير الله خالقه مختلف أصلا. الأنبياء عادة في 40 كان يوحى إليهم، فلما بلغ رشده آتيناه، يعني الله كان يعين الأنبياء بشكل عام، وإلا كل الأنبياء مثل عيسى، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وهو طفل، جميع الأنبياء الشكل، لكن يخفون فترة من الزمن لعل لحكمة لقضية معينة حتى يبقون ويظهرون دين الله عز وجل.